صباح الخير عليكم. كريم صباح الخير عليك، كل سنة وانت طيب. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة والشعب المصري كله بخير وسعادة وبركة. يعني عيد فطر مبارك على المصريين كلهم، خلاص انتهى شهر رمضان وأول يوم عيد الفطر. يمكن دايما العائلات عندنا في مصر بيبتدوا يوم عيد الفطر المبارك يتوجهوا للحدائق والمتنزهات العامة بشكل عام عشان يستمتعوا بأول يوم العيد. طبعا بتكون العائلات سوا، بيكون الأطفال موجودين، بيكون الأصدقاء كمان موجودين، بيبقى يوم هام جدا، بيكون في صلة الرحم وكمان الصداقة، وبيكون يوم هام جدا عشان الناس تخفف عن نفسها من وطأة الحياة وضغوطات الحياة بشكل عام. لكن كمان في فسح بتبقى فسح يعني ترفيهية وثقافية في نفس الوقت، زي حديقة الحيوان بيبقى ليها طعم خاص وطابع خاص طول عمرها وبصمة كده خاصة يعني في حياة الشعب المصري بشكل عام. ما ينفعش يكون حد فينا ما عداش على حديقة الحيوان. لكن عشان نتعرف أكتر بقى عن التطورات اللي حصلت في حديقة الحيوان واستعدادات حديقة الحيوان لاستقبال المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، معايا دلوقتي ضيفي على الهواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. برحب بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب بخير والشعب المصري طيب بخير. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر كلها بخير. الحقيقة طبعا يعني الحمد لله مصر يعني في بتنعم بأمان واستقرار، ويعني زي ما حضرتك شايف العيد جاي مناسبة جميلة الناس كلها بتجمع فيها. فأحب أوجه التهنئة لشعب مصر كله وطبعا وقيادة مصر العظيمة اللي محافظة على بلدنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة يمكن وزارة الزراعة الفترة اللي فاتت دي عملت جهد كبير جدا، وطبعا يعني كان في متابعة من معالي وزير الزراعة شخصيا لكل إجراءات التطوير في الحديقة. والحمد لله الحديقة يعني مشينا في ثلاث محاور رئيسية، ان احنا يعني استكملنا المجموعة الحيوانية. احنا جبنا الفترة اللي فاتت دي مجموعة حيوانات كثيرة جدا، ويمكن الجديد في التدبير ان احنا بندبر بدون اي اعباء ماليه، لان احنا عملنا خطه اكسار للحيوانات اللي موجوده عندنا، وبعض الحيوانات الهامه زادت بشكل ملحوظ زي فرس النهر اللي هو سيد قشطه، ده برضو حيوان مطلوب على مستوى العالم والسلاله بتاعته كويسه جدا عندنا، وبدانا نبدل مع حدائق عالميه ونجيب الحيوانات اللي مش موجوده عندنا. فالحقيقه جبنا الفتره اللي فاتت الزراف، جبنا سبع البحر، جبنا النمور البنغاليه، جبنا مجموعه من حيوانات كتير جدا تحت اشراف وزاره الزراعه. الحقيقه يمكن برضو الحاجه الثانيه المهمه يعني خدمات الجمهور ومنظومه النظافه داخل الحديقه. يعني الناس دايما كانت يعني بتشتكي من السنوات السابقه من تدني النظافه، الحقيقه اصبحت سماتها النظافه. موجود معانا شركه نظافه، موجود اعمال رش وتطهير وتعقيم لمبيت الحيوانات، والحمد لله الحديقه نظيفه جدا جدا، في صيانه رفع كفاءة دورات المياه. الحقيقه برضو عملنا خدمات ترفيهيه زي التنقل داخل الحديقه بالطفطف والجولف كار عشان برضو كبار السن ويعني الاطفال. ايضا يمكن استغلينا المسطحات المياه اللي موجوده بالحديقه، عملنا بدلات نهريه، عملنا مدينه ملاهي متكامله، سينما 7 دي، في انشطه ترفيهيه كتير جدا بتخلي المواطن يقضي يوم متكامل داخل الحديقه. يعني اذا التطوير شمل عديده جدا جوه الحديقه، منها يعني زياده عدد الحيوانات، اختيار انواع حيوانات جديده زي ما حضرتك ذكرت. يمكن ذكرت نقطه مهمه جدا، فكره الزرافه. قد ايه الناس كانت فاكره انه الزرافه ماتت او ما بقتش موجوده، بالذات سوسن ان هي تعبت. هل هي دي بس الموجوده؟ يمكن ناس مهتمه قوي بموضوع الزرافه، ولا في حاجات ثانيه كمان موجوده؟ هل في بيت ثاني للزرافات ولا هي زرافه واحده فقط؟ لا، احنا عندنا ثلاثه زراف، في اثنين بيت الزراف موجودين، والاثنين سونسون دي موجوده في المبيت بتاعها المعروف، وفي اثنين كمان موجودين في المبيت الثاني. طيب عايزين نتكلم كمان يا فندم عن سعر التذكره الخاص بحديقه الحيوان. كان في كلام عن انه هيبقى في زياده لاسعار التذاكر، عايزين نتاكد من صحه المعلومه دي. سعر التذكره كام دلوقتي، وهل بعد التطوير والتطوير اللي شغال دلوقتي ده هياثر على دخول المواطنين، او هيخلي مثلا المواطنين مش قادرين هم يخشوا حديقه الحيوان؟ لا، انا بكي حكى ان حتى الان سعر التذكره 5 جنيه للفرد، والاطفال الاقل من 5 سنوات مجاني. وان شاء الله حتى بعد التطوير يعني الدوله مهتمه جدا انها تفضل في متناول جميع الاسر المصريه وجميع الفئات، وتبقى دايما برضو يعني مقصد لكل الاسر المصريه بكل فئاتها.
شكرا جزيلا دكتور محمد رجائي على هذه المعلومات الوفيه، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. وزي جمانه وزي ما جميع المشاهدين شفنا سوا يعني او سمعنا كمان سوا عن انه الحديقه بتتطور في كل النواحي، يعني زياده عدد الحيوانات طبعا عشان تزيد اوقات الترفيه للاطفال والمواطنين. خليني اقول لكم كمان انه اللي راح حديقه الحيوان هيبقى عارف انه على كل مكان او بيت خاص بنوع من انواع الحيوانات فيه تفصيله عن اسم الحيوان، هو اصله منين، عدد مثلا شهور الحمل، تفاصيل كثيره جدا عن كل حيوان يقدر المواطن وهو وعيلته ان هم يجوا اطفالهم ان هم يتعرفوا على تفاصيل الحيوانات دي وكمان معلومات عنها كمان تهمهم بشكل عام. كمان اكدنا على انه سعر التذكره لسه زي ما هو 5 جنيه وكمان لحد 5 سنين بدون مقابل مادي، ده برضه عشان الناس اللي كانت بتقول ان هي في زياده في اسعار التذاكر، لكن لا تقدر كل الناس تيجي حديقه الحيوان. وده كمان التطوير مش بس على الحيوانات ولكن كمان ملاهي واماكن ترفيهيه جدا كتير جدا، يقدر كل العائلات ان هي تيجي تستمتع بوقتها في عيد الفطر المبارك في حديقه الحيوان. وكل سنه والشعب المصري كله بخير، والان برجع لك مره ثانيه يا جمانه. بشكرك يا كريم طبعا، شكرا جزيلا وشكر موصول لضيفك الكريم. واتوقع ان تكون نظره الناس كمان اتغيرت عن حديقه الحيوان بالجيزه وشفنا صوره كمان تتحدث عن نفسها. بشكرك يا كريم جزيل الشكر.